أول يوم عمل كان بالنسبة لي كأنه حلم. أدخل القطار، أدخل الكابينة، بالنسبة لي مواجهة السرعة. إحنا نتكلم عن واحد من أسرع 8 قطارات في العالم، فلما تكونين في الكابينة تشوفين الأشياء تتجه ناحيتك بكل سرعة فائقة. صادفت مرة راكبة بس بنهاية الرحلة عرفت إنه أنا اللي كنت أسوق القطار، فكانت متفاجئة جدا. أنتي اللي وصلتينا للمدينة؟ فقلت أيوه أنا. قالت الصراحة أول ما شفت الإعلان كنت ضد تماما، وكنت أقول لو كان بنتي اللي حتسوق ما راح أطلع، لكن بعد التجربة هذه أنا مبسوطة جدا، وأنتوا يعني أثبتوا نفسكم وما حسيت بأي فرق، والرحلة كانت سلسة تماما.